بنعاني احنا مدرستنا بنعاني من مشكلات مثل مشكلة المعلمات، معلمات الإضافي كل يومين ثلاثة بتجينا معلمات بسبب بعد المواصلات، وفي عندنا كمان مشكلة السيل، الطلاب أكثر الطلاب تعطل في فصل الشتاء، وكنا كمان عندنا المشروع الغذائي، احنا المدرسة الوحيدة يعني اللي في المملكة ما بناخذ غذاء، واحنا أكثر يعني أكثر مدرسة بتحتاج إلها. بنعاني من صعوبة مواصلات، حيث يعني إنه نستخدم مقاولة الباصات وبنتغلب فيها، بيصير فيها قطعة. تتكون المدرسة من 170 طالب وطالبة، من الصف الأول للرابع مختلط، والصف العاشر بنات. بنعاني من ضيق في الغرف الصفية وقلة غرف صفية توسع، يعني الصف العاشر بنعاني إنه في ترفيع لعدم وجود غرف صفية، تفتقر إلى الخدمات زي المياه، زي الصرف الصحي، زي البنية التحتية، ملاعب كملاعب كمختبرات.